صباح الخير جميعا. صباح الخير صباح الخير. لو سمحتم الموبايل نتأكد بس انها مغلقة. موبايل نتأكد انها مغلقة. في تمارين صباح بنعمله في المكتبة كل يوم الصبح، نحط ايدينا في جيبنا ونرفعها فوق وبعدين نقفل الموبايل، عشان الموبايل لما بيضرب بيبقى فيه غرامة 10 جنيهات، هنعملها 10 يورو النهاردة عشان بس كده اتفاق بيه. شكرا. أمنية صباح الخير جميعا ومرحبا بكم. والحقيقة أنا سعيد جدا بفرصة هذا اللقاء في خضم المعمعة بتاعت بايو فيجن. الجلسات كثيرة والحضور واسع وفي أعداد كبيرة من العلماء، ولكن أنا الحقيقة يعني عندنا حرص كبير إن احنا نقدر ندفع إلى الأمام مشروع الانسيكلوبيديا اوف لايف او موسوعه الحياه الجزء العربي منها. والموضوع ده احنا اتكلمنا فيه قبل كده وبعتنا رسائل وعملنا اجتماع اولي خالص في نص ديسمبر اللي فات، وفي بعض الناس الحاضرين حضروا معنا في ديسمبر وفي البعض بيحضروا لاول مره. ففي ديسمبر اللي فات شرحنا شوية الموضوع وكذلك حددنا بصورة عامة الهيكل التنظيمي اللي هنعمل عليه. يسعدني ان اقول ان في اطار العمل العربي المشترك تمكنا ان المشروع ده يوافق عليه المؤسسات العربية زي الجامعة العربية والصندوق العربي وال مؤسسات التابعة للجامعة العربية مثل الأليكسو وغيرها. فالمهم دلوقتي أن العلماء اللي بيعملوا في إطار إما التنوع الحيوي أو بايو ديفرسيتي أو في إطار التاكسونومي بصفة أخص أنهم يشتركوا في تنظيم هذا العمل العربي بحيث أنه يتواجد على الساحة الدولية بالصورة الرقمية، الانتاج الفكري والعلمي العربي من ناحية، ومن ناحية اخرى ان احنا نقدر ان احنا ناخد من ما اقدرش اقول نهر متدفق انما سيل متدفق محيط متدفق من المعلومات اللي طالعة اغلبها باللغة الانجليزية، بعضها نسبة صغيرة جدا منها باللغة الفرنسية والألمانية والإيطالية والروسية، إن احنا ناخد منها وننهل منها وعلى الأقل مجموعة من الحاجات نحولها إلى اللغة العربية بحيث إن أعداد كبيرة من الشباب العربي يقدروا يستفيدوا من المعلومات اللي موجودة في موسوعة الحياة. الحقيقة أنا كذلك للتعريف بهذا المشروع الكبير، أنا منتج حاليا حلقات تلفزيونية باللغة الإنجليزية واللغة العربية، يعني نفس الحلقة بتسجل مرتين، مرة باللغة العربية ومرة باللغة الإنجليزية. بس بما إن ده مؤتمر دولي فإحنا ركزنا خلصنا التسجيل الإنجليزي، ما خلصناش لسه التسجيل العربي، إنما المفروض نطلع باللغتين التسجيل ده. فيمكن في وقت البريك ولا حاجة
اللي يحب منكم يشوف الفيلم المعمول عن هو 22 دقيقة، فيلم معمول عن شرح المشروع ده للجمهور. احنا زي مشينا رزبنا طبعا ان احنا عايزين اذا ننظم نفسنا للتعامل مع هذا المشروع الكبير اللي هو واخد اساسا كل ما يعرف عن التصنيف او التاكسونومي بصورته الكبيرة، وعايزين يبقى نحول جزء كبير منه من اللغة الانجليزية للغة العربية. طبعا لا يخفى عليكم ان التصنيف اصبح فرع معقد، لان في سبيشيز وسب سبيشيز وانواع وفصائل وغيرها. فالصورة البسيطة اللي كانت موجودة ايام ليناوس ازدادت تعقيدا مع مرور الزمن، وايضا مع استعمال ادوات جديدة زي تحليل الموروث الحيوي او الدي ان اي، اصبح النهاردة في ثورة في ميدان التاكسونومي في او ميدان التصنيف في اغلب الدول في العالم. الصورة العامة لسه ما زالت تقريبا زي ما اخذناها من 10-15 سنة، انما من الواضح ان في انواع كثيرة علاقتها مع بعضها عمالة تتغير في التفصيلات الدقيقة، وطبعا بيهمنا نقدر نتابع الحاجات دي كذلك. فايه اللي موجود تاني؟ تذكرة موسوعة الحياة، بنقول ان في حوالي 1,900,000 صفحة هنعملها، يعني لان عندنا حوالي 1,900,000 نوع معرف علميا، وتقريبا عشان حتى ما حدش قادر يحصرهم بالظبط ما بين 300 و600 مليون صفحة من الكتابة العلمية. ففي www.eol.org عايزين نلم الحكاية دي، والتقسيم بتاعها بسيط، في ويب سايت بنخش له، من الويب سايت ده نقدر نخش على صفحات كل نوع له صفحة، وبعد كده اقدر اخش منه على تفصيلات المكتبة بتاعت البايوديفرسيتي هيريتج لايبرري او الكتابات العلمية، او اقدر اخش على طول على الكتابات العلمية لو انا عايز. ده بيسمح لنا ان الواحد يقعد يحفر كده ويدور على المعلومات عن النوع المعين اللي عايز يعرف عنه المزيد من الحاجات، وطبعا وراه مش بس معلومات عامة انما وراه الادبيات العلمية كلها موجودة ومطروحة في هذا الموقع اللي هيبقى موقع فريد من نوعه. اذا بدأنا بالصفحة الاولى بالانسيكلوبيديا اوف لايف بتبقى شكلها كده، وبنقدر نختار منها اللي احنا عايزينه. لما نخش على صفحات الانواع اللي هي 1.8 مليون بيجز، منهم حوالي 170,000 بدأوا يتعملوا دلوقتي، يمكن حوالي 30,000 كملوا بالصور وغيره، انه نقدر نخش عليهم بالشكل ده. هنجد الحقيقة مجموعة جميلة جدا من المعلومات، وكل واحدة متصنفة مظبوط بالتفاصيل بتاعتها اللي هنقدر نلاقي عنها كل حاجة، بما فيها الجراثيم والبكتيريا والفيروسات كذلك. النباتات والحيوانات وده الفيروسات كمان. اما بقى الصفحات اللي موجوده فهي موجوده في حاجه اسمها بايوديفرسيتي هيريتج لايبرري، دي اتفاقيه ما بين 18 مكتبه دوليه انها ترقمن وتضع على الانترنت كل ما لديها، وفي طبعا مثلا 40,000 تايتل، اهم 100 سبجكت الناس ترجع لهم الى اخره، الواحد يدور عليه ويقدر يطلع بقى سواء حاجات قديمة أو حاجات جديدة، ويلاقي باللغات المختلفة حاجات كتيرة. اللي حصل بقى إن في اتفاق بدأ ما بين المنظمين اللي هم أساسا مؤسسات غربية وبيقوم بتنظيم الأساسي بتاع الحكاية ده، هنا السميثسونيان، والسميثسونيان على اتصال طبعا مع البريطانيين والفرنساويين والالمان والكنديين، وداخل امريكا بالفيلز ميوزيوم والهارفارد ميوزيوم والامريكان ناتشورال هيستوري ميوزيوم في نيويورك وغيره من المؤسسات، وكذلك مع استراليا واليابان منسقين. فقرروا انهم انه الحقيقه العمل لازم يمتد بصوره تضمن مشاركه
أطراف أخرى، لأن الموسوعة مقصود منها أنها تبقى حاجة عالمية. فبدأ أول اتفاق اتعمل مع الصين طبعا لعدة أسباب. الصين مش بس دولة عملاقة، الصين عندها مؤسسة علمية قوية جدا، والصين كذلك دولة فيها تنوع حيوي ضخم جدا في بايوديفرسيتي، يعني سو ذا كانتريز ريتش كانتريز بتاعت البايوديفرسيتي. انما شرفنا بان الاتصال الثاني اللي بعد الاتصال بتاع الصين، حتى بعد قبل ما يدخل حيز التطبيق في الصين، كان الحقيقه مع مكتبه اسكندريه. جزء منه لان المكتبه زي ما انتم شايفين من المؤتمر اللي انتم بتحضروه ده، لنا مؤتمرات كثيره واحنا على اتصال مع هيئات علميه كثيره جدا وعلماء كثيرين من العالم كله، طول النهار عندهم مشروعات معانا. فكان من الطبيعي ان كل العلماء اللي بيشتغلوا في هذا المشروع، وعدد كبير منهم اصدقائي، اتصلوا بي وقالوا العالم العربي نقدر نعمل حاجه. فقلت لهم اه طبعا نقدر، وده كان بدايه الاتصال مع المؤسسات العربيه زي الجامعه العربيه والصندوق العربي الى اخره، الى ان حصلنا على هذا الدعم. فاحنا الحقيقه يعني حاجه مشرفه برضو ان العالم العربي يجي تاني واحد يتصلوا بيه بعد الصين، قبل الهند وقبل البرازيل ولاتين امريكا وروسيا وغيرها. فعلينا ان شاء الله ان احنا ننظم نفسنا ان احنا نصل الى ان احنا نقدر نقوم بالدور المنوط بنا في هذا العمل. اللي طرحته عليكم المرة اللي فاتت في الاجتماع اللي فات هو تصور لهيكلة العمل العربي يتم ازاي. الهيكلة دي بتبدأ الاول ان احنا هنعمل لجنة من حوالي 30 عضو فيها المؤسسات العربية اللي لها دور في قضية التنوع الحيوي والتاكسونومي، بحيث ان في النهاية يبقى كل الدور المؤسسي العربي نقدر نضمن تواجده. وده هيشمل مؤسسات اقليمية زي الاكساد والسداري ومؤسسات وطنية في بعض الدول العربية. وطبعا ما اشترطش ان لازم كل دولة عربية هتبقى ممثلة في هذا، انما اللجان ممكن انها تتطور، بعض الناس يدخلوا بعض الناس يخرجوا بعد فترات معينة. مثلا نفكر كل 3 سنين يعاد النظر في تكوين اللجنة، بس اللجنة يبقى فيها تمثيل حقيقي للمؤسسات اللي منوط بها انها تعمل في هذا الميدان. وطبعا مكتبة اسكندرية هتبقى احد 30 عضو دول، وانا هكون معاهم فيها. ثم ينبثق من هذا لجنة تنفيذية. اللجنة التنفيذية انا بقترح لاسباب عديدة وهقدر اشرحها، ان دي 7 اعضاء دي اللي هتتابع العمل اليومي. يعني ان شاء الله معاكم جميعا كل العلماء الاجلاء اللي موجودين هنا، لما يبقى حد بينفذ حاجة عنده محتاج لمش عارف ايه وازاي ونعرف ايه، اللجنة دي هي اللي بتحل الحاجات اليومية. المؤسسات بيسيروا وبيوجهوا المشروع، يمكن يلتقوا مرتين في السنة، انما يبقى في ليفينج اورجانيزم كده بيتفاعل معكم اون داي تو داي بيسس، وده هيبقى اللجنة التنفيذية. وانا مقترح الحقيقة ان انا اتولاها اللجنة دي عشان اقدر احل لكم المشاكل مع الجامعة العربية ومع التمويل ومع الجماعة بتوع الاي او ال في الخارج، ايا كانت الحاجات دي نقدر نحلها بسرعة عشان نقدر نشتغل. طب تحت الاكزيكتيف كوميتي دي في 4 كوميتيز. في كوميتي خاص بالجزء الاي تي، وطبعا انا ارجو انكم لفيتوا جميعا في المكتبة شوية. شفتوا المكتبة كويس ولا ما شفتوش المكتبة؟ بما فيه الجزء العلمي؟ نعم؟ لا ما ينفعش. لا دكتورة نهى، عايزين نزور العلماء الحاجات العلمية من السوبر كمبيوتر للفيرتشوال رياليتي تشامبر الفيستا لبعض البرامج التوثيقية الضخمة جدا لأرشيف الإنترنت إلى آخره. ده قطاع هام جدا. مكتبة اسكندرية المكتبة الوحيدة في العالم اللي عندها its own سوبر كمبيوتر. طبعا عشان يسمى سوبر كمبيوتر لازم يعمل 10,000 مليار حسبة في الثانية. أقل من كده it's just a big computer.
عشان يبقى سوبر ياخد تايتل سوبر كمبيوتر لازم يبقى 10 تيرا فلوبس اور بيتر. والحقيقه احنا فخورين ان عندنا اور اون سوبر كمبيوتر. وبنعمل كذلك وعرضنا عليكم المره اللي فاتت شغل مع يونايتد نيشنز، بنقود فكره الترجمه بالكمبيوتر على اللغه العربيه في مشروع يونايتد نيشنز. فلنا باع في العمليه دي برضو مهم، ولانه الرقمنه بتاعتهم لما زي ما عملنا مع مكتبه الكونجرس، مكتبه الكونجرس عامله مشروع تاني اسمه الورلد ديجيتال لايبرري، المكتبه الرقميه العالميه. هذا المشروع بتحط فيه صور وخرائط و الى اخره جايه من العالم كله، وبعدين عامله له الهب الوسطاني بتنظمه على 7 لغات. طلبوا مننا ان احنا نبقى شركاء معاهم في تصميم الهب الوسطاني ده. يعني مكتبه الكونجرس طبعا اكبر مكتبه في العالم، كان ممكن تختار اي مكتبه في العالم انها تشتغل معاها، اختارتنا ليه؟ لانهم شافوا شغلنا في حاجه اسمها ذاكره مصر المعاصره، شافوا شغلنا في بعض الحاجات الاخرى ولقوا فيه تشابه ما بين اللي عايزين يعملوه واللي احنا عملناه، واعترفوا بالرياده بتاعتنا في الحكايه دي واشتغلنا معاهم. مشكله طبعا الواحد لما يبتدي يقلب من عربي لانجليزي وانجليزي لعربي، العربي بيمشي من اليمين للشمال والانجليزي بيمشي من الشمال لليمين، وبالتالي الفورماتس والحاجات كلها لازم تتحول وتتغير من مكان لمكان. ولذلك الجزء الاي تي هيبقى نفسه معقد. دكتوره نهى عدلي اللي هي هنا ارفعي ايدك عشان نشوفك، دكتوره نهى عدلي رئيسه الاي تي في المكتبه، دكتور مجدي هنا كمان معانا، مجدي ودكتور مجدي ناجي هم الاثنين الحقيقه رؤساء الاي تي عندنا في المكتبه. دكتور نهى راحت مع 2 زملاء عشان تشوف النظام بتاعهم، ونظام ضخم ومعقد جدا. ليه ضخم ومعقد جدا؟ لانهم الحقيقه بداوا يعني حتى اللي بيعمل العمليه دي ما هوش السميثسونيان، انما هو المجموعه التابعه للناشونال اكاديمي اوف ساينسز بتاعت امريكا. المجموعه دي موجوده في وودز هول في ماساتشوستس. فالمجموعه بتاعت الاي تي هناك دي زي ما تقولوا كده الحفره بتاعت الاساسات كبيره، بيضعوا الاساسات لبرج هيطلع 200 دور وان كان لغايه دلوقتي طلع منه بس دور او دورين فقط. فانما الاساسات بتاعته ضخمه جدا، لانه بيحضروا الريسبتكل لحاجه تقدر تتحمل 300 او 600 مليون صفحه، مش بس تتحمل ال حوالي 30 مليون صفحه اللي اتعملوا لغايه دلوقتي. فبيفكروا من الاول على حاجات بهذا الحجم وازاي هتخش بلغات مختلفه الى اخره. الجزء الثاني هو اللايبرريز كوميتي، عايزين ان احنا نجمع الماده العلميه العربيه اللي موجوده في كل الدول العربيه باللغه العربيه او بلغات اخرى، انما اساسا باللغه العربيه او بلغات اخرى، ونفهرسها ونضعها بحيث ان احنا نضمن ان الاسهام العربي يتواجد على الساحه الالكترونيه العالميه. الجزء الثالث هو الترجمه. الترجمة ان احنا هنعوز ناخد ونحول من كل الكم الهائل اللي هم قاعدين بينظموه ده، زائد الحاجات اللي احنا بنضعها حتى لو كانت موجودة بلغات اخرى انجليزي او فرنساوي، انما عايزين نحول جزء منها الى باللغة العربية بحيث ان نوسع دائرة المستفيدين من هذه المعلومات وقدرتهم انهم يدخلوا عليها. فهنا طبعا هنحتاج من العلماء مش بس اسهام اساسي في المصطلحات وغيرها من الامور، انما ايضا في اولويات الاختيار. مصر واحد لما بيجابه مره واحده بلاش حتى نخش في 300 الى 600 مليون صفحه، 30 مليون صفحه. طيب لو اخترنا حاجه عشان نترجمها هنختار اني واحده؟ وايه اولويات الاختيار عشان الترجمه؟ طبعا يعني ما اعرفش، انا يهيأ لي انما دي مساله متروكه لكم ومتروكه للجنه دهيا، هتبقى ان نقول طيب نبتدي على الاقل بالانواع المتوطنه عندنا او اللي هي انديميك سبيشيز اللي موجوده في العالم العربي، ان يبقى كل ما لدينا عليها سواء من البايوديفرستي هيريتج لايبرري المنشور عليها، سواء من الماده الموجوده في سبيشيز بيجز، هي دي اولويه
اول حاجات نترجمها 600 سبيشيز ولا حاجه، نبتدي يعني يبقى في اولويات في العمل، عشان العمل بحر، فالواحد مش عايز مش هيقدر يعمل كل حاجه، فبحيث ان اول نتاج يطلع من عملنا يبتدي يبقى له مردود والناس تحس بيه ويبقى له فعاليه. اما الجزء العلمي، فالجزء العلمي ده اساسا هو شبكه عايزين نعملها منكم ومن كل زملائكم العلماء اللي بيعملوا في هذه الميادين، وهيبقى مستفيدين ايضا من مجلس اعلى في كبار الشخصيات العلميه في العالم العربي، دول يوجهوا النصائح، لان طبعا عدد منهم من السن والمكانه انه مش بالضروره بيمارس عمل فعلي الان، انما وصل الى مكان قدر من الحكمه انه يقدر يدلي بالراي وبالنصح والمشوره. فانما اللجنه نفسها بقى هي الشبكه، مفروض نفكر في جمع العلماء في ميادين النشاطات اللي بيعملوا فيها، واملي ان انتوا هتقدروا تبتدوا التفعيل بتاع التوزيع بتاع الشبكات ده، اللي هي فعلا شبكات. طبعا الناس اللي بتشتغل في الحشرات مثلا هم عارفين ايه اللي اتنشر في الحشرات في العالم العربي، عارفين ايه المشاكل اللي موجوده فيها، عارفين ايه اللي موجود بقليل اللغه، عارفين ان في المتحف الفلاني في البلد الفلانيه مجموعه كبيره كانت لها كتالوج بس اتس اوت اوف برنت ومحدش هيلاقيه دلوقتي وكلام من هذا النوع يعني. المهم الناس دي عارفه او بالاقل اعرف الناس بكل موضوع من الموضوعات هم العاملين في هذه الميادين. انا متخيل ان المقررين بتوع اللجان دي هم اللي يبقوا اعضاء اللجنه دي، انما الاساس هي وحدات العمل اللي هي طبعا في تخصصات مختلفه. بالاضافه الى هذا احنا كاكزيكتيف كوميتي هنا هنبقى على اتصال بال 22 فوكال بوينت المعينين من قبل البايوديفرستي كونفنشن في الدول العربيه. هكذا اكتملت الصوره بتاعه التنظيم اللي احنا عايزين نعمله، والحقيقه يعني املي ان احنا نطلع من نهايه هذا الاجتماع بتشكيل اولي، ويبقى عندنا نقاط اتصال محدده، اشخاص محددين من شتى انحاء العالم العربي في العلب المختلفه دي، عشان على الاقل نقدر نبتدي ننفذ الشغل ونبقى على اتصال مع بعض، وتبقى هذه الاتصالات تسير على قدم وساق. هي انا ما عنديش شك ان هذه الوسائل الجديده هتدي انفتاح بشكل غير معقول على قدرة ان الواحد يحصل على معلومات بصورة مبهرة في فترة صغيرة من الزمن. زي ما ذكرت لكم في برنامج تلفزيوني عربي وانجليزي له حلقات عن حاجات مختلفة، موضوعات مختلفة، واحد الحلقات احدى هذه الحلقات عن موسوعة الحياة أو الانسيكلوبيديا أوف لايف، وإن كان الجزء اللي ممكن الواحد يشوفه حاليا هو الجزء الإنجليزي، لأن التسجيل العربي لسه بيتعمل له عملية مونتاج. الواحد بيتعلم لغات جديدة يقول لك في حالة منتجة، بس المنتجة المنتج بيبنتجوا فيه يعني، انما هو اساسا هو مونتاج يعني، هو مش انما هو بيسموه منتج. فهي انا يعني اشكركم لاهتمامكم، وده الاساس الموضوعي بتاع لقائنا، وانا طلبت من زميلة أمنية درويش انها تعمل نافيجيشن عن السايت اللي موجود اللي احنا عايزين نعربه ونضيف اليه المضمون العربي. في جزء من الناس كان سالوني المره اللي فاتت، طب ما هو في جزء كبير من الماده العربيه منشوره، اتنشرت في المجلات العلميه وفي باللغات الاجنبيه، فهتبقى اوريدي موجوده عندهم. صحيح، في هذه الحاله احنا ايضا ممكن ان احنا نعرفها وناخدها من اللي عندهم عشان نقدر نضعها بصوره انها تبقى
اكثر وصولا وتربيطا مع تشبيكا مع اللي احنا بنعمله. انما في جزء كبير من الشغل العربي بيسقط فيما نسميه الادبيات الرماديه او الجراي ليترشر. الجراي ليترشر دي هي عباره عن التقارير العلميه. يعني عندنا مؤسسات كتيره جدا، شايف انا دكتور عادل بلتاجي ودكتور مجدي مدكور ورا كبار الاساتذه، محمود مش معنا، محمود الصلح مش معنا النهارده كمان، انما في الايكاردا مثلا في تقارير، في تقارير، في تقارير كثيره من الايكاردا تهم الحاجات دي على انواع النباتات وتهجين النباتات والتعامل مع فيروسات والتعامل مع انواع مختلفه. التقارير دي ما هياش بالضروره حاجات منشوره في مجلات محكمه بالمفهوم الادبيات العلميه التقليديه، ولكنها لها اهميه كبيره في المنطقه بتاعتنا، لانها بتتفاعل مع واقع المنطقه سواء من حيث الانواع اللي موجوده فيها او الافات والامراض اللي بتتفاعل معها او البيئة الطبيعية اللي هذه الأنواع بتعيش فيها. وهذا الشرح التفصيلي الموجود في التقارير فقط له أهمية كبرى أنه يطرح على هذه الساحة. أيضا أنا اشتركت في تجربة رائدة من هذا النوع ما بين البرازيل والأرجنتين وشيلي، أنهم في المناطق المشتركة الثلاث دول دولة بدأوا عملوا مكتبة للأدبيات الرومادية أو الجري ليترشر بتاعتهم في الطب وفي الزراعة، لأن وجدوا أن في حاجات كتيرة جدا مشتركة بينهم وبين بعض، وبالتالي استفادوا استفادة كبيرة جدا. يعني بناء على إكسبوست سيرفي ما بين العلماء اللي بيشتغلوا، أن يعرفوا إيه التقارير والآراء بتاعت زملائهم من الناحية الثانية من الحدود السياسية دي ملاش دعوة بالطبيعة، الحشرات والنباتات وغيره ما بيعترفوش بالخط اللي احنا رسمينه على الخريطة، بيعدوا على طول. فيبقى طب العلماء اللي من الناحية دي قالوا ايه، والعلماء من الناحية دي قالوا ايه، لما قدروا انهم يعرفوا التقارير بتاعت بعض كان فيها فائدة كبيرة جدا. فاذا احنا انا متأكد ان في العالم العربي ايضا عندنا جزء كبير من هذا، وده ايضا لازم يكون في اولويات وصدارة الاعمال اللي احنا نقوم بها. فانا اكرر ترحيبي بكم جميعا، والكلمة الان للزميلة امنية درويش. تفضلي يا امنية.